السلام عليكم أصدقائي، جيناكم بالحلقة الرابعة إن شاء الله. طبعا راح أقول لكم شلون إحنا من وصلنا للجزيرة، إيش صار ويانا من وصلنا للجزيرة العسكرية. طبعا إحنا العالم كله كل واحد يروح جزيرة مختلفة، كل واحد يروح جزيرة مختلفة، والناس يعني حذرونا إنه إحنا نروح للجزيرة العسكرية، بس مع ذلك إحنا رحنا للجزيرة العسكرية لأن كانت الظروف صعبة، يعني ما نقدر نروح لغير جزيرة، لأنه من بودرم كانت ومن أزمير، من أزمير كانت أسهل شيء هي للجزيرة العسكرية. فأصدقائي وصلنا للجزيرة العسكرية، من طلعنا لفوق تلقونا عسكريين، طبعا ظلنا نطلع تقريبا نص ساعة لفوق لمن تلقونا عسكريين، يعني مثل الأمريكان يحكون إنجليزي وما أعرف إيش. فمن وصلنا قالونا وين انتوا هنا جايين، طلعوا رجعوا ما ادري شلون، لك شلون نرجع احنا طابين بجزيره، يعني شلون هي جزيره كلها ما يدير ما دارها، فشلون نطلع ما يصير. فنيمونا بالقاع وكان السياج مالتها حديد صاير ومسدوده، فقالونا انتظروا هنا خلينا نسال الامر مالتنا الضابط الكبير ونجي نقول لكم نطببكم لو لا. احنا بينا كان 60 واحد تقريبا، فسالوا الامر مالتهم دخلونا واحد 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 واحد، فتشونا نزعونا هدومنا نصها تعال حتى يشوفونا اذا عندنا سلاح او عندنا شيء. فاصدقائي دخلونا للجزيره، الجزيره كلها عسكريه وبيها مثلا يعني شلون اقول لكم كرفانات جوزيه هاي مال العسكريين، او يعني شلون اقول لكم كلها اسلحه ما بيها اكل. فقعدونا احنا 60 واحد على هاي الاتش مال الهليكوبتر البعيده، قال اقعدوا هنا انا كلكم وننتظر نشوف ايش راح نسوي ما نعرف. فظلينا منتظرين، قاموا جابوا لنا شو اسمه بسكويت مال العسكريين، تفاح تفاحه نقطعها على 10، بسكويته صغيره نقطعها على 5 6، فاكلناها لانه بالمي اللي المي والله العظيم نظل قاعدين يفتح البطل ويرش علينا هيك على حلقتنا. هو مو يعني مو زينين هم اوروبا، احنا وصلنا احنا قلنا اوروبا واوروبا وصلنا وهاي هي. تنزل بعد الجواب لحظات وصولنا من تركيا لليونان، هاي اللحظات الحلوه المغامره اللي عشناها طوال 8 ساعات. 8 ساعات رعب رعب رعب، طوال 8 ساعات احنا بهالتجربه هاي في تركيا. يقرب الله هاي اليونان، هذه اليونان راح ننزل على اليونان. ساعات 5 ساعات يا 5 من ساعات مدوالي محمد يونان اليونان. لا 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 فرا 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 عصخلة 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 يونان. انا اول واحد نزلت هاي اليونان، على الباب الاول النازلين. هاش شو شو اسحب البلم اسحب البلم وصلنا لليونان بسلامة والحمد لله. وصلنا لليونان، على كيفكم شباب على كيفكم. شدوا يا شباب شد يا ابو احمد شد انت وياه تتفرج، بس عم تتفرجوا والله حرام عليكم. يا الله الحمد لله على السلامة حبيبي، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. والله حرام تشد يا معلم، شد وياهم تعال وياهم ساعدهم. هويتش تصعدي يا شباب، تعالوا شد والله عيب يا شباب تعالوا والله. يلا ساعدهم ساعدهم طيبين ساعدهم. على كيفكم على كيفكم على كيفكم. والحمد لله على السلامة في مال الله. احنا قلنا اوروبا اوروبا وصلنا وهذا هو، يعني راح نعيش الحياة الحلوة، بس مع الأسف يعني مخوش حياة طلعت. المهم
اتصلوا بسفينة عسكرية قالوا بعد يومين راح تجي. ظلينا هاي اليومين موتونا تموت ياخذونا يقعدونا بمكانات بعيدة واحد عن الثاني، وما يصير واحد يحكي ويا الثاني وما اعرف ايش. واذا الناس مثلا تروح للحمامات مثلا لازم نلزم سرع، اذا واحد انحصر وواحد يضرب الثاني يقوم يضربون طلقات بالهواء طا 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 حتى شنو نخاف. وشنو احنا كل طلقات اللي يضربوها ننام بالقاع، واحنا قلنا اوروبا بس يا اوروبا معودين ذوجونا موتونا سووا بينا. اجت السفينة عسكرية ضخمة رصاصية هاي اللي بها مدافع، وقعدت فوق انا عليها ورجلي مدندلة ويجعل لنا يضرب المي تقريبا علو مالتها فد 20-30 متر وتخبل. ظلينا قعدونا كلنا فوق على السطح مالتها، كنا معسكرين رايحين جايين. خذونا لليونان، خذونا لأثينا، والله ظلينا بها يومين نمشي لأثينا. نوب قعدنا بأثينا قعدونا بهايم مال لاجئين. هذا الهايم مال لاجئين خيم يقعدون الناس كلها يجمعوها بيهم لمن تجي ورقة، يعني ما أعرف شو اسمها، هي نسيت اسمها، بس يعني هاي الورقة يعني أنه يوافقون علي أنه هذا راح يطلع من يونان يروح لغير دولة. فظلينا قاعدين هنا لمن يعني انطونا هاي الورقة، بس شكد يلا انطونا اياها شهر كامل. اش صار بي كل يوم معارك نتعارك واحد يضرب الثاني، بعدين حرقنا الهايم كله، كانوا بي افغان وايرانيين وعراقيين وسوريين ومكاتل واحد يضرب الثاني على اكل، اكل ماكو، بيض وطماطه وبصل وخبز. المهم فظليت شهر كامل، يلا اخذت تيكت اشتريت بيه للسفينه. وشلون سفينه هي يا عيوني انتو، السفينة اشتريت التيكت مالي بورقة $100. اصعدنا بالسفينة، انا السفينة ما اخذها التيكت الحقيقي ابو $100 $100 العفو. فهذا التيكت كلش زين، غرفة وحدي اما التيكت هيك الكارت تدخله وتدخل للغرفة. سفينة ضخمة تخبل سياحية 4-5 طوابق. من وصلت لها اشو هذا القبطان، مو القبطان، الواحد من ذول اللي يشتغلون، اخذ التيكت مزقه وذبه قال لي اصعد هنا بالسطح. نام وصعدت بالسطح وكلها اشكال اللاجئين ملايين مليانه مل السفينه، نمنا بيها فوق بالسطوح وبالقيعان وجوا ونفتر بيها، بس تخبل يعني بحياتي ما ركبت شيء. فظلينا نفتر بيها لحد ثاني يوم يلا وصلنا اتذكرها. طبعا العفو احنا بالجزيره الثانيه اشترينا التيكت لاثينا، بعدين وصلنا اثينا، وبعدين بالحلقات الجايه اسالف لكم ايش صار ورانا ورا اثينا ان شاء الله. طبعا اصدقائي انتم تشجعوني وتتعلقوا لي هوايه وسويتوا لي مشاركات بالقناه وشجعتوني على هالشيء، فاتمنى تقولوا لي ارائكم بالفيديوهات مالي حلوه مو حلوه. اشتردون اصور لكم بالمانيا، انا عندي خطه يعني اصور لكم المتاحف، اصور لكم يعني الشوارع، اكو عندنا محطات من القطارات حلوه، اصور لكم اشكال ان شاء الله. وتحياتي لكم.